اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وفقرتنا برضو بتتكلم عن النجاح والجد والاجتهاد، وكمان عمل الخير ومبادرات خيريه. احنا بنتكلم عن ميكس غريب، ميكس اسمه عبقرينو. طبعا عشان ما اطولش عليكم في الكلام، خليني اعرفكم بمؤسس معمل راما للتحاليل الطبيه، ومؤسس مبادره غيث للعمل التطوعي، وقائد فريق التنظيم بكلية العلوم الطالب، ونحط خط تحت كلمة الطالب بعد التعريف اللي أنا حطيته ده، بكلية العلوم جامعة الأزهر الفرقة الثالثة. معانا عبقرينو دكتور محمد عبد الفضيل. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، تشرفنا بمعرفة حضرتك. اشمعنى بقى عبقرينو بقى؟ بسبب الميكس اللي أنت لسه قايلاه دلوقتي. يعني الميكس ده، وبالذات إن أنا كنت أصلا مشترك في حاجات كتير قوي في الفترة من بعد ثالثة ثانوي بالذات، في اعمال السوفت وير والبرمجه والحاجات ديت، وكنت بحب جدا الانشطه التطوعيه. اشتركت بجمعيه رساله فرع فاقوس، ودي كان بدايه الاعمال التطوعيه اللي زرعت جوايا نسبه الاعمال التطوعيه اللي المفروض اعملها. زرعت جوايا الخير فعلا جمعيه رساله، وحابب ان انا اشكرها فعلا لان هي كانت سبب في حاجه زي كده. جميل جدا. إيه الاسم ده، انت اللي اطلقته على نفسك ولا اللي حواليك؟ هو في ناس كتير اطلقوه عليا، يعني بالذات لما بدات اتجه لشغل تاني ففي المجال ده هم اللي اطلقوا عليا اللقب ده. حلو جدا يا عبقريم. خلاص بقى مش هقول لك يا دكتور محمد. مفيش مشكله. ماشي يا عبقريم. إيه، خلينا بقى نبدا الاول بالمبادره، مبادره غايز. تمام. إيه انت بتعمل فيها ايه؟ انا اصلا يعني هسيبك احكي لك بس الموضوع من البدايه. هو انت اللي اسست المبادره؟ يعني انت صاحب الفكره؟ انا صاحب الفكره بس مش صاحب الاسم، لان نعطي كل زحف من حقه. تمام. احنا اصلا كنت انا اول ما دخلت الكليه عادي كاي طالب طالع من ثالثه ثانوي داخل الجامعه، ففي فرق بالاختلاف، يعني في اختلاف جامد بين كل حاجه. يعني دي حياه محاط انت بدروس ومدرس بيشرح لك وكده، فرق بين دكتور طبعا بيشرح لك. فطبعا كنت تايه في سنه اولى في الترم الاول لمده اسبوعين بالظبط، كان في توهان كبير. اتجهت لمجموعه من صحابي اتعرفت عليهم، بدات بقى اتجه للانشطه التطوعيه. واول نشاط تطوعي دخلت طبعا ما اعرفش اي حاجه، اللي هو بدات اتعلم من الناس اللي اكبر مني. بدات تتعلم بس يعني بدات تعرف ازاي الدنيا بتمشي فيها، ازاي في العمل التطوعي بياخدوا ايه الخطوات اللي بياخدوها بالظبط، واللجان اللي موجوده والحاجات اللي زي كده. تمام. بالنسبه بقى للمبادره بتاعتك، هل هي مستمره على طول ولا بيكون لها فترات معينه؟ لا، هي مش عباره عن مبادره، هي الحمله مبادره. تمام. يعني هو ده تيم اصلا تطوعي في جامعه الازهر. تمام. انتوا التيم كله من جامعه الازهر صبيان وبنات. تمام. من الفرق مختلفه طبعا. احنا نشاتنا كانت بدايتها الحمله. اول حاجه عملناها لقينا ان مفيش حاجه مختلفه نعملها، فقلنا نعمل حاجه مختلفه ما حصلتش في الجامعه خالص. كان اول حاجه هي حمله التبرع بالدم. عايز اقول لك ان في الحمله ديت كان في نجاح عظيم، اللي يشهد له الناس والكومنتات اللي نزلت على المواقع التواصل اللي كانت خاصه بجامعه الازهر. وكمان حاجه حلوه ان هي بتبقى طالعه من الطلبه، فدي حاجه ما بتبقاش موجوده كتير. ومش كانت مقلقه الطلبه اللي هم بيتبرعوا، لان هم عارفين ان احنا طلبه زيهم ومتغربين. يعني حط 100 خط تحت المتغربين بالذات لجامعه الازهر. ايوه اكيد. تمام. فموضوع زي ده ساعد الناس انها تتعاون معانا جامد، والحمد لله عملنا كميه كبيره قوي من الموضوع ده، وطبعا تحت رعايه وزاره الصحه. يعني وزاره الصحه بنك الدم هي اللي كانت متعاونه معانا في الموضوع ده. تمام. عايزك بقى تتكلم عن الصوره اللي موجوده معانا على الشاشه هنا. دي حمله تبع معمل راما، تبع المعمل. كنا برضو عاملين حمله مجانيه اللي هي الحمله، حمله المعمل نفسها ولا حمله؟ لا، حمله المبادره. المبادره دي حاجه وحمله المعمل دي حاجه. دي كان حمله عن التحاليل. تمام. الحمله ديت شهدت نجاح برضو كويس، لان هي كانت معموله في منطقه جنب المنطقه اللي فيها المعمل، بس الناس اللي فيها كانت على قد حلم شويه، فقررنا ان احنا نعمل حمله مجانيه. يعني برافو عظيمه، بمعنى كلمه ان التحاليل مجانيه. يعني كنا عاملين تحاليل كتيره قوي. كان تأثير الحملة على الناس شكله عامل ازاي؟ كان كويس. عايز اقول لك ان النجاح بيجي بان انت بتشوفي الفيدباك بتاع الحملة، قد ايه الناس تفاعلت معاكي في الحملة، وقد ايه كم التفاعلات معاكي. احنا في اليوم ده تقريبا عملنا 286 حالة ما شاء الله، وكلهم كانوا مجانية خالص. حلو جدا ما شاء الله، بجد ربنا يبارك لكم ان شاء الله. وكان التأثير عليكم انتوا بقى يعني كان؟ احنا لما بندخل السرور على حد بنحس بالفرحة، فادخال انت تبقي سبب بس انت تدبري خواطر الناس، فدي حاجه عظيمه. حلو جدا.
كنت عايزه اعرف هل في مناطق معينه بتبقى مستهدفه غير المكان ده؟ يعني انتوا بتختاروا اماكن معينه ولا زي ما بتيجي لا مثلا؟ مش زي ما بتيجي، هي طبعا المناطق اللي بنحتاجها هي المناطق اللي بنحس ان هي فعلا محتاجة. يعني بننزل على منطقة بنعمل لها دراسة نشوف المنطقة دي فعلا محتاجة ولا لا، لو محتاجة بننزل فيها، مش محتاجة ما ننزلش فيها لان هي اصلا ما ننزلش مجانية، فيها. فاحنا بننزل الناس اللي محتاجة للموضوع ده. معانا ليك صورة برضو على الشاشة، كلمنا عنها. دي تكريمي من رئيس جامعة الازهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، برافو طبعا برافو، كان تكريمك عشان عشان اسباب كتير من ضمنهم السبب اللي كنت انا قائد فريق التنظيم في كليه علوم خلال السنه اللي فاتت، طبعا من سنه تانية على طول كنت قائد فريق التنظيم في الكليه، وعملنا تنظيم انا والتيم بتاعي، وكان برضو كان تحت رعايه تيم غيث. برافو برافو، ما تمام. شاء الله عليك. يعني انت صغنطوط كده على فكره يا جماعه، ما كلكوش شكله هو صغنطوط. هو الشكل كبير بس مفيش مشكله. طيب بالنسبه بقى لمعمل روما، احنا عندنا جميع انواع التحاليل صح كده؟ كل التحاليل موجوده ان شاء الله ومتوفره. طيب عايزه اعرف سريعا ايه العرض اللي ممكن لما تسمعه من حد تقوله حال جرثومه المعده؟ احنا ممكن بس نعرف جرثومة المعدة هي عبارة عن ايه اصلا، يعني عشان نحس ان لا احنا عندنا انا جرثومة. حد مثلا، لو انت قاعد مع حد صديق ليك وبيقول لك انا حاسس بكذا وكذا، فانت تقول له اعمل تحليل يعني جرثومة مثلا المعدة. اشهر الاعراض اللي بتبقى معرضة للحالات اللي زي كده اللي هي مثلا قرحة في المعدة والغثيان المستمر وألم في الحلق اللي هو بينتج عنه الارتجاع. تمام. احنا كان نفسنا نتكلم مع حضرتك بشكل اكبر من كده ونستفيد من حضرتك لا بشكل انا اكبر عايز من كده، انا بس للاسف وقتنا خلص. مش بشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد ان انت كنت معانا النهارده. شبابنا وبناتنا اللي بيشوفونا، خليكم دايما متفوقين، دايما عندكم استعداد ان انتوا تنجحوا. كان معانا النهارده نموذجين للنجاح. عايزه بس اشكركم، واشكر طبعا دكتور محمد ان هو كان معانا النهارده، واشكركم ان انتوا كنتوا كمان بتسمعونا وشايفيننا النهارده. استنونا في حلقه جديده من برنامج الوان.